السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، ما زلنا مع الجيل الفريد، مع هؤلاء الأخيار الأبرار الذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، ويجب علينا أن نأتسي بهم وأن نتشبه بهم، فإن من تشبه بقوم كان معهم وحشر معهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم وسيد الخلق أجمعين، أعظم الخلق مكانة عند الله جل في علاه. قال ابن عباس: والذي نفسي بيده، ما برأ الله وما خلق وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن نفتح صفحات التاريخ وننظر إلى هذا، وننظر إلى هذا الجيل الفريد كيف كانوا يتعاملون مع النبي الأمين. هل حبهم لهذا النبي وتعظيمهم لهذا النبي كان بالحفلات في يوم من أيام السنة، ثم بعد ذلك نسيان ذلك عاما كاملا والإتيان في يوم آخر، ويقال بأنه يعني تعظيما له وحبا له؟ ننظر إلى هؤلاء الذين هم أصدق الناس محبة له، وأعظم الناس تعظيما له، وأكرم الناس إكراما له، وأرفع الناس درجة عند رب الناس بحبهم لسيد الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أعظم الناس وأكرم الناس وأرفع الناس وأعمق الناس علما وخلقا وأدبا وتعظيما لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم على موعد لنبين للناس جميعا كيف يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، هل بالاحتفالات أم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له لون آخر مع الصادقين، مع الصالحين، مع الذين نصر الله بهم الدين، مع الذين مكن الله لهم ربوع الدنيا بأسرها مشارقها ومغاربها، وعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن. أولا لابد أن نفهم ونعقل بأن الله خلق الخلق وفاوت بين درجات الخلق ومنازل الخلق، فكان أعظم الخلق قدرا ومكانة عند الله جل في علاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله، علمنا كيف ننزل الناس منازلهم. ولذلك قالت عائشة في مقدمة صحيح مسلم، قالت رضي الله عنها وأرضاها: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. والنبي يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. والسير يتسامح في أسانيدها كما سنبين. الغرض المقصود بأن إنزال الناس منازلهم هذه من أصول شرعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وأيضا فإن النبي قال لخالد، وهذا سردناه قبل ذلك في فضل هؤلاء لما كانت الحدة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال لخالد: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي. منزلة عبد الرحمن لأنه كان من السابقين الأولين، وخالد هو سيف الله المسلول لكنه كان متأخر الإسلام، فالسبق له مكان عند ربنا جل في علاه. ليس من سار إلى الله
كمن تأخر عنه. فقال النبي أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. إنزال الناس منازلهم، فإنزال النبي في منزلته الصحيحة العظيمة حتى نبين للناس جميعا كيف كان الصحابة الكرام يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يحتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم كما أسفر عن ذلك علي بن أبي طالب لما سئل كيف كان حبكم جميعا، كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لهو أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا وأموالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لما يقول والناس أجمعين النفس دخلت معه على العموم. قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قام عمر فقال يا رسول، وكان صادقا، وقال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، لا يا عمر يعني الإيمان، كمال الإيمان الواجب ليس عندك إلا أن تقدمني على نفسك، والجميع قد فعلوا ذلك. فقال عمر الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. أخذه من ثيابي وقال لا يا عمر، لا يعني لا يكتمل كمال الإيمان الواجب عندك حتى أكون أنا أحب إليك، أنا أحب إليك من نفسك. قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. فكانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما عملا بقول الله جل في علاه لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. التسبيح إفراد لله جل في علاه، أما التعزير فالنصرة للنبي، وهذا قد بيناه عند نصرة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التوقير، التعزير والتعزير للنصرة، والتوقير وتوقروه، والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم مكانة النبي. انظر إلى الأدب الذي أدبنا الله به في كتابه تعظيما وتأدبا مع رسول الله. إن الله ما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بلقبه، ما ناداه قط باسمه، مع أنه نادى إبراهيم باسمه وهو أبو الأنبياء، أعظم الناس قدرا عند الله، اتخذه الله خليلا وناداه باسمه، وناداه باسمه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ونادى نوح يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ونادى موسى وعيسى، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهي، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إلى آخر الآيات. وأيضا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أما النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أراد يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، حتى تكون الآية كاملة. هذا يؤدبنا الله جل في علاه على تعظيم مكانة النبي، فلا يدعى ولا ينادى إلا بلقبه، إلا بالكنية تعظيما، لأن العرب كانت تعظم الشخص بكنيته، عندما تناديه بكنيته تعظمه، تعطيه المكانة. فالله علمنا ذلك، وقال أيضا في التعظيم والتوقير والأدب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، هذا تعظيمه الآن، هذا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ولذلك قال بأن الإيمان الحق أنهم إن كانوا معه على أمر جامع لا يذهبون، لم يذهبوا حتى يستأذنون. الإذن أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أدبنا به النبي. وهذا لا يرد عليه أنه أخبر قال محمد رسول الله، حتى قال رسول الله، لكن هذا من باب الإخبار، لكن عند النداء يؤدبنا أن تعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعظم قدره. يا أيها الرسول، يا أيها النبي. وأيضا قال لا ترفعوا أصواتكم، تعظيما وتوقيرا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولذلك قال بعض العلماء، وهذا نقله جمهرة من أهل التفسير، كاد الخيران أن يهلكا، يقصد ذلك بالصديق وبعمر بن الخطاب وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتكلمان حتى يعني
يستوضح منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتكلمون. يخشى كل إنسان منهم أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والآن الفرق بين الزمنين، ندعي محبة لرسول الله وتعظيما له، وأصواتنا تعلو صوت النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يمكن ولا يطاق أن ولا يحتمل أن نراه، والأصوات كلها تعلو فوق صوت النبي. كيف ذلك؟ تعلو فوق سنة النبي. سنبين الفرق بين الزمنين، الفرق بين الزمنين كيف كانوا يعظمون وكيف نعظم نحن. ليس التعظيم هو بالاحتفالات وغير الاحتفالات، التعظيم حقا بنشر السنة وقمع البدعة، التعظيم حقا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن بها النجاة. ومهما كنا في زلات وسقطات وهنات، النجاة منوطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذا هو حقا يكون التعظيم حقا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فكان من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم المجلس الذي يجلسون فيه للنبي. ولذلك قال علماؤنا كانوا إذا جلسوا ودخل عليهم رسول الله ما أحد يحد النظر في رسول الله، ما كان أحد ينظر للنبي احتراما له إلا كان أبو بكر وكان عمر، إلا من ما كان من أبي بكر وما كان من عمر، ينظران إلى رسول الله وزير رسول الله فيبتسمان له فيبتسم له، يبتسمان له ويبتسم له لهما. فالغرض المقصود كانوا يعظمون مجلس رسول الله. وأنا سأترك المجال إفصاحا لعروة، هو الذي يبين لنا كيف كانوا يعظمون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رمت تعظيما حقا فانظر إلى تعظيم هؤلاء. عروة يقول ذهب إلى أهل مكة يحذرهم، كان هذا في صلح الحديبية، يحذرهم، أرادوا منع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما حدث مع سهيل بن عمرو وحادثة الشروط وصلح الحديبية، لكن قبلها كان يعني مداولات. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه رجع إلى أهل مكة. نتعجل الآن بما قاله ثم نفصل كيف كانوا يعظمون رسول الله. أما هنا الأصوات التي تعلو على أحاديث النبي وسنة النبي والعقل لا يقبلها وترد، ثم الطعن في بعض الأحاديث، ثم الطعن في كتب الصحاح، لا يمكن أن يكون هذا من باب التعظيم للنبي أبدا أبدا أبدا، ولا يمكن أن يكون تمام الكمال بالرضا به نبيا ورسولا. هنا التعظيم بحق. قال عروة أيها الناس ارجعوا لا قبل لكم بهؤلاء القوم. ثم قال والذي نفسي بيدي قد وفدت على ملوك العالم، أو قال وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما تكلم إلا وكأن على رؤوسهم الطير يسمعون، وليس أحد منهم يحد النظر إليه ويتنخم نخامة إذا نزلت بيد أحد يدلك بها جسده ووجهه. وكانوا يتقاتلون على وضوء النبي، على الماء الذي يتقاطر من جسد النبي، وكانوا قال وكانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ارجعوا أيها القوم وإليكم النبأ العظيم بالتفصيل الذي كان مع عروة. لأنه جاء عروة فجلس بين يدي النبي قال يا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يا محمد أرأيت أحدا فعل بقومي مثل ما فعلت من قبل، إنك تجدع أنفك بيدك. فنظر إلى عروة، نظر إلى عروة وسكت. فأخذ بلحية النبي، هو بيأخذ بلحية النبي هناك رجل كان ضخم الجثمان ويقف بين يدي النبي يضرب عروة بقبيعة السيف، ضربه وكان ملثما. فتضايق عروة لأنه بيضع يده على 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 لحية النبي. انظر إلى تعظيم الصحابة للحية النبي، انظر لتعظيم الصحابة لقدر وشريف مكانة النبي. فضربه بقبيعة السيف. نحن لا نقبل على نبينا ولا نقبل على حديث نبينا أي أحد يمكن أن يعلو صوته عليه أو على نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني على سنتي ولا على نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نقبل أبدا. أرواحنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا عصاة ونشهد الله أننا عصاة وأننا لنا ما لنا من التخاذلات، لنا ما لنا من الزلات والسقطات والهنات، لكن أرواحنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقام المغيرة وهو يضع يده على لحية النبي، لا، مكان النبي أرفع ومكانة النبي أعظم، فضربه بقبيعة السيف. فقال: من هذا؟ اشتد الأمر عليه. قال النبي: هذا المغيرة بن شعبة، هو ابن أختي، ابن أخته. قال: أي غدر؟ وكان المغيرة قد كان مع بعض القوم من القبائل، قتلهم وأخذ مالهم وذهب إلى النبي يبايعه، فالنبي أخذ منه، قبل البيعة على الإسلام ولم يقبل منه المال. قال: أما المال فلا، وأما البيعة فنعم. فهو طبعا ذهب يعطي الدية على القتلى، فقال له: أي غدر، ما زلت أنافح عن غدرتك إلى يوم الناس هذا. لكنه انظر ماذا فعل، من أجل من؟ من أجل رسول الله، ضربه بقبيعة السيف. ثم قال للنبي كلمة اشتد غضب الصحابة لهذه الكلمة. قال: يا محمد، أراد التنفير هنا، قال: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا، أشوابا يعني أخلاطا، وأوباشا يقلل من شأنه، أعوذ بالله، وهم أرفع الناس عند ربه. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا من الناس سيفرون عنك عما قريب. سمع أبو بكر، شوف التعظيم هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، سمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فما احتمل، فتكلم معه بكلمة هي مسبة، أشد ما تكون مسبة عند العرب. والاعتذار لأبي بكر، بالأبي بكر، الله الذي اعتذر لأبي بكر، الله الذي قبل عذر وبين عذر، عذر أبي بكر. إن خانني التعبير وأصححه، الله أظهر عذر أبي بكر عندما قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فقال: نحن نفر عن رسول الله كذا، واشتد عليه مسبة أشد ما تكون. الأمر كان رهيبا على عروة. ثم قال: من هذا؟ يعني من الذي يكلمني أنا بهذه الطريقة وهو رجل له مكانة رفيعة؟ قالوا: أبو بكر. قال أبو بكر، ثم قال: لولا يد لك عندي. أكرمه أبو بكر، كان من أثرياء العرب، من أجاويد الناس، فقال: لولا يد لك عندي أكرمتني بها، ما كفأتك عليها لرددت عليك. وما رد عليه. شوف، حتى العرب لهم بعض الشهامة والمروءة ولهم أخلاقيات نبيلة. فلكن شدة الأمر على أبي بكر يعظم مكانة رسول. نحن نفر عن رسول الله، أرواحنا فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ترى كانوا من أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر عندما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الغار، كانت فتحات، وهذه القصة ضعيفة الإسناد، فيها ضعف، لكن كما قلت في السير لست أنا الذي قال بذلك، أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال: إن كانت الأحكام شددنا على الأسانيد، وإن كانت السير خففنا. ونحن لا نستبعد أن يفعل ذلك أبو بكر مع رسول الله تعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال له الصحبة صحبة. فدخل معه فسد كل فتحة من الفتحات إلا فتحة واحدة سدها برجله، جاءت حية قرصته، وكان النبي ينام على فخذه بأبي هو وأمي، فخشي أن يتحرك، الله أكبر، على صدق محبة هؤلاء القوم لرسول الله. تتعالى الأصوات دفعا لحديث النبي، وغض الطرف عن حديث آخر، وتأويل وتحريف حديث آخر، ثم بعد ذلك ندعي محبة للنبي احتفالا. المحبة بحق هو أننا نحكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فينا، والاختلاف والتنازع يرد إليه، وسنة النبي على الرؤوس، ولا تعلو الأصوات على سنة النبي، ولا نسمح لأحد قط أن يتكلم في حديث النبي بحال من الأحوال. تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، إن كنت حقا معزرا ناصرا معضدا وقرا لرسول الله فوقر سنته بعد موته، كما سيأتي إن شاء الله هذا الأمر على هذا الجيل الفريد الذي رفعه الله على جميع الخلق أجمعين أجمعين. فانظر إلى صدق المحبة، فما تحرك لمكان رسول الله لا غرو ولا عجب. ابنته مثل الصديقة بنت الصديق، لما نام النبي، لما فقدت القلادة واشتكت للنبي، وكانت أحب النساء إلى قلب النبي، فجلس النبي وأمر الصحابة للبحث عن قلادة عائشة. قام أسيد مغضبا فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، أرأيت ما فعلت عائشة؟ جلست برسول الله وأجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، كيف سنصلي؟ ما كانت آية التيمم نزلت. فاشتد الأمر على أبي بكر فذهب فدخل، هي تحكي لنا وتقول: فدخل علي أبو بكر
يا للعجب، ما قالت أبي. لما؟ لأن كان في حدة في التعامل. والأبوة فيها الحنو والعطف، لكن الأمر أعظم من ذلك. هلأ الصديق، اشتد الأمر على الصديق، فدخل فقال يا لكع، يا كلمة فيها شيء من الشدة يعني والحدة، يا لكع أجلست برسول الله وأجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ شوف الذي أريده الآن. قالت فجاءني فضربني في خاصرتي. الخاصرة للمرأة ضعيفة جدا، الرجل ما يحتمل، المرأة أضعف ما تكون. قالت فضربني وكزها في خاصرتها. قالت وربي ما تحركت لمكان النبي من فخذي. كان النبي ينام على فخذها تعظيما لمكان النبي، لا تشويش لا قلق على رسول الله، ما تحركت. نفس الأمر أبو بكر لم يتحرك، لكنه من شدة الألم دموعه نزلت على رسول الله. قلت القصة ضعيفة، أذكر بذلك ويتسامح فيها. من بكائه فقام النبي ومسح على يده، وهي معجزة من المعجزات لاحتمالية الصدق أو لاحتمالية صحة الحال الرواية. وهنا ترى كيف تعظيم أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحرك مع أنه يقرص من الحية، ينهش من الحية من أجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم من فخذه. لما ذهب به إلى المدينة، لما هاجر معا، كان أبو بكر يقف ينظر يقول أخشى أحد أن يأتي من الأمام فأتي أمام النبي، أخشى الطلب من الخلف فأتي خلف النبي، هكذا حماية لرسول الله تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لو أنا مت أحد الأمة مات، أما رسول الله الأمة الدنيا بأسرها، أشرقت شمس الرسول عليهم، الدنيا بأسرها أحوج ما تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، ولذلك كان هناك خلف في التابعين وتابع التابعين عندما قالوا للبخاري دعوت الله أن يعطيك الله من عمري، موتي أنا موت أحد الناس، موتك أنت صاحب سنة، أنت تحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل الراية التي تنشر للأمة بأسرها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن يطعنون في البخاري زعما بمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الفرق بين الزمنين يبين لك لما نحن في الذيل ولما هم كانوا في المقدمة. لما وصل إلى المدينة نظر الناس يتعجبون، دخل رجلان لا يدرون من رسول الله منهما، فجاءت الشمس على وجه رسول الله، فقام أبو بكر مسرعا فأخذ بثوبه فظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن المظلل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لمكانة النبي. عمرو بن العاص بعدما أسلم دخل قال ليس أحد أجل في عيني من رسول الله. لما بايع قبض يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قبضت يديك يا عمرو؟ فقال يا رسول الله أشترط. قال وما تشترط؟ قال غفران ما مضى. فقال له أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب بما قبله؟ قال والذي نفسي بيده لو طلبت مني أن أفصل أو أن أصف لك رسول الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما كنت أحد النظر في رسول الله، كان أجل في عيني من أي أحد، وكان أحب إلي من كل أحد رضي الله عنهم أجمعين. هذا تعظيم لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة لتعلم كيف أن هؤلاء القوم لهم نبل خلق، ينزلون الناس منازلهم، عرفوا قدر النبي فعظموه حق التعظيم. التعظيم هنا بما سردناه من أفاعيل وأعمال لها ما لها من النبل والرفعة. أبو دجانة يجلس والنبي يجلس في غزوة أحد، واجتمع عليه الصحابة فأخذ خشبة، وهذا دليل آخر من أدلة من دلائل النبوة، فهزه فصار سيفا حديدا. الله أكبر، هذه من علامات النبوة. فأخذ السائل اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، اللهم افصل بيننا وبين أنفسنا التي يعني تقوى علينا وتجعلنا نسيء ونتعدى ونتجاوز، ونحن والله ما نريد إلا نصر الدين الله جل في علاه. فأخذ الخشبة فهزها فصارت سيفا، فقال من يأخذ هذا السيف بحقي؟ تعظيما لمكانة النبي، انظر ما سيأتيك. قال من يأخذ هذا السيف بحقي؟ فقام الزبير قال أنا يا رسول الله، والزبير هو حواري رسول الله المبشر بالجنة، فقال اجلس. ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقي؟ قام الزبير فقال اجلس. ثم قال في الثالثة من يأخذ هذا السيف بحقه، ضع تحتها خط. فقام أبو دجانة فقال أنا يا رسول الله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف. انظر إلى التعظيم، عظم سيف رسول الله، فكيف برسول الله؟ فأخذ السيف
ولما حمل وطيس ربط عصابة حمراء على رأسه، قالوا قد ربط أبو دجانة عصابة الموت. سماك بن حرب، سماك رضي الله عنه وأرضاه، أبو دجانة لم أهم في اسمه، فربط عصابة الموت ودخل إلى ساحة الوغى، فوجد رجلا يزفف على جرح المسلمين يقتلهم، وهو معه سيف من؟ معه سيف رسول الله. انظر إلى الزبير ينظر وهو يعمل بقول الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تعلمون من الزبير؟ الزبير حواري رسول الله بقول رسول الله. تعلمون من الزبير؟ الزبير أول من أشهر سيفا في سبيل الله، لما سمع بأنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أخذ السيف وذهب عريانا حتى رده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما كنت تفعل؟ أتقاتل القوم جميعا؟ قال: نعم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فقال: لابد أن أنظر لما قدمه النبي علي. فتتبع سماك، تتبع أبا دجانة، فأخذ أبو دجانة السيف ونظر إلى هذا الرجل الذي يزفف على جرح المسلمين، يعني يذهب يقتلهم، فضربه ضربة كأنه أمس الذاهب، كأنه أمس مات، ما وقف، ما استطاع أن يردها، ضربه فشقه بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أول النصرة لسيف رسول الله، والنصرة لرسول الله، والنصرة للمسلمين. نظر الزبير، ثم انظر إلى الفعل الذي هو أنبل من ذلك تعظيما لسيف رسول الله. ثم وجد رجلا ملثما، أو وجد شخصا ملثما يهيج مشاعر أهل الكفر على المسلمين، فتتبعه حتى علاه بالسيف وهو السيف معه إلى رقبته، فقال يعني دعاه الفضول، فيعني نزع اللثام ليعلم من، فوجدها هند، وجدها هندا، فلما وجدها امرأة قال: أعظم سيف رسول الله أن أقتل به امرأة، وتركها وذهب. قال الزبير: لهذا اختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة لما اشتد الأمر فوجد النبل يأتي على رسول الله، فصنع نفسه ترسا لرسول الله وغطاه، والنبل يأتي عليه وعلى ظهره وهو لا يتحرك لمكان رسول الله حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما أسمى ما يكون، كانوا يعرفون لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا ما من أثر من أثار النبي إلا ويتبركون به، تعظيما لرسول الله. واعتقاد أهل السنة والجماعة بالإجماع جواز التبرك بأثار النبي، التبرك بذات النبي، التبرك بدعاء النبي، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي إذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، اقتتلوا على وضوئه. ولما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما أمر الحلاق وحلق الجانب الأيمن والجانب الأيسر، أعطى أبا طلحة الشعر وقال: فرقه على الصحابة. ففرقوا عليهم، وكانت أم سلمة تصرخ وتقول: اتركوا لأمكم، كانت إما للسقيا وإما للشعر. ففي مرة في السقيا أيضا يأخذون ما فضل من النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بأثار النبي. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، جلس رسول الله شرب، وعلى يمينه أبو بكر، وفي رواية على يمينه خالد بن الوليد، وكان على يمينه ابن عباس، اعتذر، على يمينه ابن عباس، وعلى شماله أبو بكر، أو في الرواية الأخرى على شماله خالد بن الوليد. فنظر النبي، ابن عباس ناهز الاحتلام، ما زال صغيرا، خالد رجل كبير وهو سيف الله المسلول، أبو بكر هو الأمة بأسرها، أبو بكر بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فعمر حتى قال للنبي: يا رسول الله أبو بكر، وهي قصة يا رسول الله في قصة عمر، كان أعرابي على يمينه ثم أبو بكر. فقال النبي نظر إلى ابن عباس، قال: يا ابن عباس أتأذن للشيخ؟ فانظر يعلمون، يعظمون حتى آثار النبي. قال: لا والله، لا أوثر بسؤرك أحد علي بحالي. وكان فقيها لبيبا قريبا، فهنيئا له. لذلك ضمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع له الوضوء، ضمه النبي ودعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تعظيما لمكانة النبي، تعظيما بالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة كان عندها جلجل من فضة تضع فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتبرك بها ويستشفون بها. وكانت أم سليم ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من المحارم على الراجح على ما قاله النووي وغيره، فنام عندها فأخذت الوسادة فعصرتها، فتعجب النبي اندهش، فقالت: يا رسول الله نستشفي به بعرق النبي؟ نعم،
بآثار النبي، اعتقاد أهل السنة والجماعة باتفاق كما قلت من تعظيم النبي التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد من هؤلاء الصحابة الأخيار يحد النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم لما غضب علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وذهب فنام في المسجد، جاء النبي يلطف الأمر لفاطمة، أين ابن عمك؟ قالت غضبني ثم ذهب إلى المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكان فوجده نائما وعليه بعض التراب أو على ثيابه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. شوف التعظيم هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول وكانت أحب ما ينادى لي به أن يقال لي يا أبا تراب يا أبا تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نداه بذلك وقال قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب. هؤلاء حقا حققوا قول الله جل في علاه لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. من تعظيم هؤلاء الصحابة الأخيار للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون سنته ويتمسكون بها ويعلمون أنه لا كلام لأحد يقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول الله جل في علاه مبينا لنا كاشفا لنا ميزان الإيمان. هنا يا من تسأل عن تعظيم النبي، هنا تعظيم النبي، الصدق في تعظيم النبي بتعظيم سنته. قال رب البرية عن سيد البشرية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مؤكدات ثلاث على انتفاء الإيمان إن لم يكن على ما بينه الله في هذا في هذه الآية العظيمة. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن كل الخلاف يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصل النزاع بذلك، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما في نزاع في النفس. قال النبي سمعت وأطعت وهذا سيأتي تعليما. شوف انظر لما قال أبو هريرة لابن عباس على أن النبي كان يتوضأ مما مست النار، ابن عباس استبعد ذلك لم يبلغه الحديث، قال له يا أبو هريرة انظر ما تقول، يمكن الحفظ فيه شيء، يا أبو هريرة انظر ما تقول قريبا سنتوضأ من الماء الحميم الماء الساخن. قال له يا ابن أخي شوف التعليم كيف يصل إلى التعظيم، حقا التعظيم بتعظيم السنة. أنت تكون أبعد الناس عن السنة وتقول أنا أعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتدعي محبته؟ لا لا لعمري إن هذا لفي القياس لأيش لشنيع. قال رب العباد قل إن كنتم حقا حقا تحبون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقال أبو هريرة يا ابن أختي أو قال يا ابن أخي، قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. تعظيمك للنبي لا تدخل العقل في النقل، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح قط. قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. لذلك قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اللهم اجعلنا ناصرين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلها صدقا وإخلاصا لوجهك الكريم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا لا والله ما هي إلا سمعنا وأطعنا، كما قال الإمام الزهري من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ ومنا السمع والطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تعظيم الصحابة لسنة النبي تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم،
إن الله أناط الهداية التامة الكاملة العامة بحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، الهداية العامة التامة الكاملة تهتدوا، هداية البيان والدلالة في قراءة سنة النبي، في تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في تعلم سنة النبي، وهداية القلوب عندما يراك الله جل في علاه شديد التحري لاتباع النبي يهدي قلبك، يهدي قلبك ويأخذ بناصيتك إلى الحق ويفتح لك ما لا يفتح لغيرك. يا نبيع الحكمة تفتح لمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله قد بيّن أن الأعمال تصح وتقبل إن كان فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن لم تتبعوا النبي أبطلتم أعمالكم، وهذا جاء صريحا في الصحيحين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل. فالمسألة على ما عليه أمرنا، أنت تتعبد لله جل في علاه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعبد لله بمحبة النبي، تتعبد لله بتعظيم النبي، أين الدليل على ما تفعل الآن بالاحتفال به تعظيما له؟ التعظيم تعبد، وذكر النبي العطر تعبد، أين الدليل على ذلك؟ لأنك إن كنت حقا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تحب النبي وتعظم النبي، فلابد أن تأتي بما أمر به أو قال به أو فعله أو أقره أو فعله الصحاب الذين هم أصدق الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وآية الممتحنة كما قال الحسن: زعم أناس محبة الله فامتحناهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك قال النبي: كل أمتي يدخل الجنة، وهذا حديث في الصحيحين، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذا نقول تعظيم النبي بتعظيم سنته. الكلمة الآن قبل أن ندخل وألج في مسألة التعظيم، بل سأختم هذه الحلقة، وإن شاء الله الحلقة القادمة نبين كيف كان الصحابة الكرام من أصدق الناس تعظيما للنبي بتعظيم سنته. أيها المحتفل، عظمت سنة النبي، عظمت النبي صلى الله عليه وسلم، برهان التعظيم أن تكون متبعا لا مبتدعا. والآن إذا سألناك: ما وجه اتباعك للنبي؟ إن أتيت بأقوال العلماء المجتهدين فهم فوق الرأس، تاج الرؤوس، علماء الأمة نجاتنا، علماء الأمة نبلاؤنا، علماء الأمة رفعاؤنا. ولكن السؤال: أين الدليل في هذا الاحتفال الذي جاء تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا إذا اجتمعنا واحتفلنا نتعبد لله بهذا الاحتفال تقربا بذكر النبي العطر، فنقول: إن كان تقربا فهو عبادة، فأين الدليل عليها؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نهيك على أنه لم يثبت التاريخ في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ده في اختلاف أصلا فيما زعموا بأن هذا هو يوم مولد النبي. وإن كان البعض يقول ده هذا يوم الوفاة، دعنا من هذا، احنا نقول الآن هذا هو اليوم وهو الثابت، والنبي كان يصوم يوم الاثنين. لما سئل: لما صمت الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه. ما كان يوم من السنة، كان يصوم جميع السنة. فأيها المعظم لسنة النبي، فارجع إلى دائرة السنة حتى تقبل عند ربك، فإن الله أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. أختم الحلقة بقول النبي: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما فعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا العشر المبشرون ولا ابن عباس ولا ابن عمر ولا عبد الله بن عمرو بن العاص ولا جميع الصحابة، ولا فعل ذلك التابعون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الأمر كان في المتأخرين في الفاطميين لم يكن سنة قط. فكونوا على تعظيم حق لسنة النبي، فكونوا على محبة حق
لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفوز. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, 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 oh.